السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، تكونوا نتوما بالصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو ديال الخياطه ديال الموديل السابق اللي كتشاركت معكم الفصاله ديالو. اللي مازال ما شافته دخل تشوفوا، فيديو مهم وفيه بزاف د الحوايج اللي زوينين وان شاء الله غادي تستافدوا منهم. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم نشارك معكم الخياطه. اول حاجه البنات غادي نشارك معكم جيب باسبوال كيفاش غادي نخيطوا. بطبيعه الحال هذه راه طراسيتها معكم في الفصاله، هذه ديال الجيب طراسيتها معكم في الفصاله، كتجيب هذا الشكل هذا. شوفوا الفيديو ديال الفصاله باش تفهموا. هنايا حتى هذه كلشي فصلته معكم البنات. اول حاجه غادا ناخذ هاد الباند اللي غتكون عندنا في الجيب وغادا نخيطها من الجناب، نخيطها من الجناب، نخيط سنتيمتر من هاد الجهه وسنتيمتر من هاد الجهه. المهم طريقه ديال الفصاله راني شرحت لكم كلشي، شحال خديت فيها، شحال درت فيها، شحال كلشي بدات تشاركوا معكم. الجهات بجوج الطريقه هذه، من بعد غنحيد هاد الزوائد اللي كيكونوا في الجناب. الطريقه هذه وغادا نقلب الجيب نتاعي، غنقلبو بهاد الطريقه هذه. ها هي هنا البنات، ها نتوما هاد الضوفه هذه هي هذه اللي كتجي هنايا، والجيب غيجي هنايا، مفهوم؟ يعني الجيب ديالنا غيتخيط بهاد الطريقه هذه وكيتقلب بهاد الطريقه هذه، كيجي بهاد الشكل هذا، مفهوم؟ بهاد الطريقه. دابا غادي نحط هاد البانده هذه، غنحط نخيط داك السنتيم اللي زدت. لعقلتو راه زدت معاكم سنتيم د الخياطه، يعني سنتيم هو اللي غادي نخيط. غادي نحطو على الخط الاول اللي عندي هنايا، ها هو الخط التحتاني، غنحطو على هذا الخط، يعني على داكشي باش تراسيت البنات، باش ما يجينيش ديكالاج في الجيب. يعني ها كتبع هاد التراساج هذا اللي تراسيت. ها نتوما ملي كنحط الجيب كيعطيني نفس القياس اللي عندي في التراساج اللي تراسيت، مفهوم؟ حيت نقص سنتيم ديال الخياطه، سنتيم من هنايا وسنتيم من هنايا. دابا غادي نخيط بهذا الشكل هذا، نخيط كيما كنكون خيط بهذه الطريقه هذه هنايا. نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. ها نتوما كيتخيط بهذا الشكل هذا، كيجي فوق التراساج، هاد التراساج فين واصل لهنايا. ها نتوما هنا فين ملت بداك السنتيم، يعني غير تبعوا الطريقه ديال الفصاله وديال الخياطه، يعني ان شاء الله غادي تنجحوا فيه بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ دابا غادي ناخذ هاد الكيس ديال الجيب، الكيس ديال الجيب هانتوما بهاد الطريقه هادي. هانتوما الضوفه كيفاش محطوطه. غادي ناخد هاد الجهه الاولى بحيث كتكون عاطيه كتكون غادا الفوق باش ملي كنقلبوها كتعطي لتحت. المهم نتوما سيروا كما كيبان لكم في لا فيديو. غنحطها بهذا الشكل هذا، نحطها بهذه الطريقه هادي، وتا هي غادا نخيط من هنايا، خيط من هنا بحيث البنات نخيط الوسط، ما نخيطش على التراساج، نخيط فين تراسيت، نخيط قدام فين تراسيت شويه، يعني بحال كنخلي غير بلاصه التقطيعه هنايا فين غنقطع الفتحه ديال الجيب. نحاول انني ندخل الثوب لداخل شويه بهذا الشكل هذا ونخيط. هنا ملي كنبغي نخيط كنخيط مقابله مع هذه الخياطه هذه، يعني كنمشي على هذا الخط اللي درته انا ميل، هو اللي كنحط عليه التوب ديالي بهذا الشكل هذا، وكنبدا الخياطه ديالي من هنايا كنخلي واحد المسافه اللي صغيره بزاف، وكنبدا من هنايا الخياطه ديالي. ها نتوما يعني كما كيبان لكم في لا فيديو، تبعوا باش هكا ما يكونش عندكم مشكل. هكا ها نتوما نبدا الخياطه ديالي من هنايا، وغادي نحبس هنايا في التراساج الثاني، يعني هنا فين تراسيت الخط مايل هنايا
غادي نحبس هنايا. يعني ملي غتكونوا كتخدموا البياسه والبياسه قدامكم غادي تفهموا اكثر البنات. هنا كما قلت لكم راه كاين هذا الشكل هذا. صافي كنحبس هنا خياط بهذا الشكل هذا هكذا. من بعد البنات شنو غادي ندير؟ غادي نفتح هذه البلاصه هذه نفتحها بهذه الطريقه هذه وكنقطع هاد يعني كندير الفتحه ديال الجيب بهذا الشكل هذا. انا درت واحد الفتحه صغيره وغادي نمشي بالتقطيعه من هنايا وغادي نجي حتى للراس هنايا فين عندي الخياطات وغادي ندير واحد المثلث. يعني هنا كيتفرق لي الجيب هنايا ها انتما كنخلي واحد جوج سنتيم تقريبا وكندير واحد المثلث كل تقطيعه كتمشي للراس ديال الخياطه بهذا الشكل هذا البنات. كتمنى يكون واضح ها انتما الجهه الثانيه بنفس الطريقه كنمشي بالتقطيعه ديالي هنايا وكندي المثلث بهذه الطريقه هذه. يعني كل تقطيعه كتمشي للجهه ديال الخياطه هنايا. يعني حاولوا انكم ما تفوتوش الخياطه باش ما يبانش لكم العيب في الجيب. ها انتم يعني حد الخياطه ها انتم كما كتلاحظوا. دابا غادي ندخل الجيب بهذا الشكل هذا هانتوما باش يوضح لكم. كندخل الجيب بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا كيجي بهذه الطريقه هذه دابا شنو غادي ندير بهذا الشكل هذا؟ دابا وضحت لكم شويه الرؤيه بحال ما هكا. المهم غنخيطها من هنايا. دابا غادي نفتح الجيب ديالي من التحت بهذه الطريقه وغادي ناخذ الجهه المقابله ديال الكيس بهذه الطريقه هذه هانتوما الوجه على الوجه هانتوما كيفاش دايره البياسه هانتوما بهذه الطريقه هذه. وهنايا كناخذ الجهه الثانيه ديال الكيس وكنخيطها بهذا الشكل هذا هانتوما باش تفهموا مزيان. صافي وغادي نخيطها بهذه الطريقه هذه على هذه الجهه هذه خيطها بهذه الطريقه هذه. طريقه راه ساهله وواضحه يعني راه ما كاينش فيها شي تعقيدات هكذا. اذا بهذا الشكل هذا كيجي. دابا انا قبل ما نخيط قبل ما نسد الجيب ديالي من الجويه بجوج غادي نمشي ندير السورجي من هذه الجهه هذه ومن هذه الجهه هذه باش نبقاو هنا البنات. كما كتلاحظوا انا سورجيت هذه البلاصه وسورجيت هذه البلاصه هذه سورجيتها باش ما بقاوش عندي قوه الستروفه ديال الثوب. هنايا غادي نجي غنقاد ها انتم الجيب على الوجه ديال الضوفه بهذه الطريقه هذه. وهنايا كنحاول انني نقاد الجيب بهذه الطريقه هذه ونخيط من هنايا نقاد مزيان باش ان ما يجينيش داك التكماش في الجناب ديال الجيب. كنخرج هاد المثلثات ولا كنديرهم من التحت المهم انايا غيجيوني من الفوق باش ما تجينيش مكمش باش ما تكمش هاد البلاصه. غادي نقادهم على فين غادي يكونوا باش تخرج ليا هاد النتيجه. يعني ما يجينيش من هنايا مكمش ومن هنا مكمش. يعني كنقادو من هنايا بهذه الطريقه هذه وغادي نخيط هنايا الجناب بهذا الشكل هذا يعني حاولوا تقادوا الجناب مزيان هذه الجهه الاولى ندوزوا للجهه الثانيه هي بنفس الطريقة. أتمنى يكون واضح. صافي بهذه الطريقة هذه البنات هانتوما بهذا الشكل هذا. دابا شنو غادي ندير؟ غادا نخيط الكيس ديال الجيب بهذا الشكل هذا.
البنات بالخياطة بالطريقة هذه. صافي البنات بهذا الشكل هذا يعني كيجينا الجيب بهذه الطريقة هذه هكذا. هاد الزوائد هادو كلهم غادي نحيدهم وندوز للسورجي بطبيعة الحال. دابا غادي ندوز نلاقي نوريكم كيفاش غادي نلاقي الضوفة، كيفاش غادي نخيط ديك قصة الأميرة اللي غتكون عندي هنايا. هنايا البنات يعني قصة كتكون عندي هنايا هي هادي، هي هادي غتكون عندي الخياطة من هنايا. غادي ناخد الجهة الثانية ديال الضوفة وغادي ناخد الجهة الأخرى بهاد الشكل هذا، وغادي نخيط بهاد الطريقة هادي. غادا نخيط بهاد الطريقة هادي وغادا نهبط بالخياطة حتى للأسفل هكذا البنات، ونبدا الخياطة ديالي بهاد الشكل هذا. الطريقة صافي، وغادا نهبط بالخياطة حتى للأسفل ديال البياس. هذا البنات دابا غادي نرجع ثاني للبلاصه اللي بديت منها، وغادي نطلع الخياطه ديالي هاد الخياطه هذه سنتيم الخياطه نطلعو على الجهه العلويه يعني الفوق بهذا الشكل هذا، وغادي نخيط الخياطه الثانيه بهذه الطريقه هذه غادي بهذا الشكل هذا. غادي نبقى بالخياطه ثاني غادي يحصل الاسفل ديال البياسه البنات. اللي كنتو كتخدموا بنفس الثوب يعني الفودان ردوا البال، يعني الثوب كيتجبد يعني كيبغي شويه ديال الخاطر ماشي بحال شي ثوب اخر. ولا كنتو مبتدئات حاولوا انكم ديروا شي ثوب اللي بحال الكاشمير ولا هذا كيكون ساهل شويه، ملي كيكون شي ثوب كيتيري يعني خاصكم تاخذوا الحذر ديالكم في الخياطه حقاش باش ما تجيكوش خياطه مكلشه هكا. البنات غادي نبقى هابطه بهذه الطريقه يعني كنبقى داك السنتيم ديالي ديال الخياطه كنبقى هابطه قياس واحد باش كتجي الخياطه فينيه وزوينه. صافي البنات بهذا الشكل هذا، نتمنى تكون وضحت لكم الرؤيه. دابا هكا كتجي البنات هذه الطريقه هذه. انا خدمت حتى الضوفه المقابله من قبل، ها هي ها هو الجيب ديالها يعني بنفس الطريقه خدمتهم بجوج، وهنايا الظهر حتى هو خدمته بنفس الطريقه يعني هذوك هاد الجويه كاملين اللي قسمت اللي قطعت بربعه من الضوفات بجوج من الظهر ومن الضوفه ديال الامام كلهم لقيتهم بنفس الطريقه يعني غنلاقيوهم كاملين بنفس الطريقه كما الجهه الاخرى كما هذوك ديال الظهر حتى هما لقيتهم بنفس الطريقه. بقات لي واحد النقطه في الظهر انا نشاركها معكم، ها هي ها هما بجوج، ها هي الاولى هي الثانيه. بقات لي ديك الخياطه ديال الظهر انا نوريكم كيفاش غادي ندير ليها. هنا البنات طويت الظهر على الظهر ديالو يعني الوجه بقى لداخل، طويتو بهذا الشكل هذا، طويتو على زوج بهذا الشكل هذا.
كنجي هنايا عندي الايفازي هنايا، ها هي طناجي الايفازي هي هذه، طناجي الايفازي هي هذه كما تلاحظوا. غادا نجي هنايا مباشره تحت الايفازي، يعني عارفين نتوما ديك الخويه ديال الدار ما كتكونش مقابله مع الايفازي، انما كتكون هابطه شويه بواحد سنتيمات قلالين. كنجي هنايا الايفازي كما قلت لكم، كنجيو هنايا نحطو النقطه ديال الايفازي بهذه الطريقه هذه، كنجيبو الخياطه رقيقه. انا نقول لكم كيفاش غادا نديرها، يعني رقيقه قل من نص سنتيم، يعني غادا نخيط على الحرف هنايا هنايا حتى لهنايا حتى نوصل للايفازي، ولا قبل الايفازي بواحد سنتيم هنايا. وغادا نجي وغادا ندخل، غادا ندخل في الظهر واحد شويه، يعني قبل الايفازي، قبل الايفازي بواحد سنتيم ولا سنتيم ونص. ها نتوما ها هو الخط ديال الايفازي، الخط ديال الايفازي كنجي هنايا ها هي قبل الايفازي، يعني كنجيب الخط نيشان وهنا كنجي حتى لهنايا وكنحاول انني ندخل، حقاش الدخله ديال الظهر كتكون تحت من الايفازي، يعني كتكون هنايا كتكون تحت من الايفازي، الايفازي هنا وهو في الخصر، يعني في الخصر كتكون هنايا، وكنجي وكندخل هنايا واحد السنتيم ولا سنتيم ونص، وكنعاود نهبط ثاني مع البياسه بهذا الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح، ها هي الدخله بهذا الشكل هذا، نتمنى يكون واضح. ها هي ها هو الايفازي ديالي صافي، وكنجي هنايا تحت مباشره تحت الايفازي كندخل واحد الدخيله. نقول لكم كيفاش غادي نخيط، كنجي هنايا يعني هنايا شي حاجه اللي ما محسوباش كاع، يعني غير الحرف ديال هذاك الشيء، علاش ما خديتهاش في ما زدتش القياس ديالها. يعني هذه طريقتي تجي زوينه، ها انتم الحرف البنات راه ما واخداش كاع من التوب، راه شويه هكذا بالشكل هذا. هنا البنات غادي نحاول انني نبدا ندخل شويه بشويه، هنا ها انتم وصلت هنايا قبل الايفازي بواحد سنتيم ونص ولا جوج سنتيم، وكنحاول انني ندخل بهذا الشكل هذا في الخصر، نحاول انني نقاد باش الخيطه تجيني في الوسط هكا، ونعاود ثاني نرجع. انا عاودت نرجع ثاني للخياطه اللي بديت بها، مفهوم؟ يعني الطريقه راه بسيطه، خاص غير الثوب يكون عندكم مقاده البنات باش يكون التماثل، يكون ديك الخيطه تجيني في المنتصف صافي. وغادي نهبط بهذا الشكل هذا حتى الاسفل ديال الكياس الخياطه البنات ديال الظهر، كتعطي الشكل الخلفي ديال المونطو واحد الايفازي لي زوين، يعني واخا غير دخيله صغيره كتعطي واحد المنظر زوين للمونطو، وفي نفس الوقت كيجي الفصاله ديالو زوينه صافي. هنايا غادي نضبط حتى الاسفل ديال الكياسه بنفس الطريقه، يعني كنخيط غير الحاشيه البنات خيط، يعني راه شي حاجه اللي ما محسوباش كاع، غير شويه الناس هاو كيبان غير شويه صافي بهذا الشكل هذا. من بعد هاد الدخيله هذه راه كنضربها بالسورجي، من هنايا كنضربها بالسورجي صافي، كتحيد باش ما تبقاش مخسره ليا المنظر من الظهر ديالي. من بعد غادي ندوز للضوفه ديال الامام بهذا الشكل هذا. نسيت في الصاله ما فصلتش معكم هذا التبطين ديال البياسه، غادي ناخذ واحد الطرف ديال الثوب ديال زوج باش نخرج الضوفات بجوج بهذا الشكل هذا، الطريقه هذه كما تلاحظوا. غادي نقطع الطريقه راه باينه، يعني بلا ما ناخذوا هاد القياس ديال الصديفات، بلا ما ناخذوا حقاش ما توصلش لينا الحمد لله هنايا ما غيوصلش لينا التبطين حتى لهنا، يعني بلا ما ناخذوا القياس ديال الازرار بهذا الشكل هذا. هنا خديت التبطين ديال الجويه بجوج صافي، دابا غادي نقطع بهذا الشكل هذا، وناخذ حتى ديال الخلف هانتوما
يعني هذا التبطين ديال الامام، ها هو التبطين ديال الامام مراه جوج. وهنا ناخذ معايا حتى ديال الخلف، هذا الشكل هذا. يعني الطريقه راه ساهله، الا ما عرفتوش تاخذوها بهذا الشكل هذا، حطوا الظهر وطراسي وقطعوا بالطريقه هذه. انا غير كيعجبني نديرو مقوس بهذه الطريقه. صافي، هادو هما التبطين ديال الامام وديال الخلف. دابا نخيط معكم ديال الامام. ردوا البال مزيان البنات هنايا، هذا الشكل هذا. عفوا، غادي نتني في الاول هذيك 5 سنتيم اولا 6 سنتيم ديال الازرار بهذه الطريقه، ياكو انا تنيتها بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نحط عليها هاد التبطين ديال الامام، حتى لا التبطين ديال الامام بهذا الشكل هذا، وغادي نخيط. كتجي عندنا من فين يا البنات، هكذا نخليها. مني غادي نبغي ندور على الخياطه ديال الكول ديال الامام، وندور على الخلف وعلى كلشي وعلى الصدف وكلشي. دابا غادي ندوزو للكمام البنات، غادي نمونطي معكم جهه ديال الكمام هنا. ما شاركتش معكم البنات هذه كتاخذوا طرف ديال الثوب كتنوع على زوج وكتقطعوا بهذه الطريقه هذه، يعني كتقطعوا على شكل مستطيل، ومن بعد كتسجو وكتقنتو هاد البلاصه هادي. شحال خديت فيها انا؟ خديتهاش كبيره بزاف، فيها واحد 15 سنتيم على 7 سنتيم، 15 على 7 سنتيم اولا 8 سنتيم. صافي، وغادي نخيطها بهاد الطريقه هادي، الوجه على الوجه. وغادي نخيط الخياطه الاولى، غادي ندور على هذا المثلث هذا. صافي، من بعد نحيدوا الزوائد ونقلبوا. هاد القناة هادو ضروري تحيدوهم باش
كتجيكم سهله في القليب. من بعد غنقلبوها بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا، ومن بعد غنديروا الخياطه الثانيه. غدا نحاول نمونطي لكم ونوريكم كيفاش غدا نلصقها هي فيكم. هنا اول حاجه غدا نمونطي لكم، دائما الكم هو اللي كيكون لتحت ويوجه على الوجه ديال البياسه في الفودان. البنات حاولوا انكم ما تجبدوش، حقاش الا جبدتوا البياسه غادي يكون مكمشه. الا جبدتوا مع كثيري، الا جبدتوا نتوما كتخيطوا بني غادي تقلبوا البياسه غتلقاوها كلها مكمشه من هنايا. يعني خصكم تمشيو نفس القياس هكذا. اصلا الا تبعتوا القاعده البنات راه تزيدوا 3 سنتيم 3 سنتيم الزنقه ولا مشات في الخياطه صافي، كيجيكم لكم قد التركيز اللي درتو بهذه الطريقه هذه. هنايا غادي نوريكم كيفاش غادي نمونطي البياسه. الطريقه هذه كنجي هنايا البنات خديت 4 سنتيم ديال، الى عقلتو في الصاله خديت 4 سنتيم ديال لوغلي. عاد نزيد عليها 4 سنتيم اخرى فين غتكون الثانيه، يعني هنايا 8 سنتيم، ها هي 8 سنتيم، يعني هنايا غادي تكون الثانيه بهذا الشكل هذا. غادي نجي هنا، غادي نجي هنايا في بلاصه هاد 8، يعني نفوت 8 في فين غتجيني الثانيه باش ما تعمكشنيش مني غنكون باغا ندير الثانيه. صافي كتجي ها هي هنايا، حطيت الباندا ها هي، ها هي بهذا الشكل هذا اش كيبان لكم، حطيتها هنايا والخياطه اللي غتجيني ديال 8 سنتيم ها هي هنايا مفهوم، والباندا كتجي هنايا باش ما تعمكشنيش في الخياطه. صافي وغادي نمونطي بهذه الطريقه هذه. صافي البنات وغادي نخيط بهذه الطريقه هذه، غادي نهبط بالمونطاج حتى الاسفل ديال البياسه. هنايا كندوز على ديك الباندا اللي تحت ها هي، راه خيطتها معايا صافي غادي نخيط بهذه الطريقه. المهم هنايا غادي نهبط البنات بالمونطاج حتى لاسفل البياسه ونرجع لكم. هنايا مونطيت البياسه كامله كما كتلاحظوا هنا، من بعد غادي نرجع لكم بهذا الشكل هذا، وكنتني ديك 4 سنتيم ديالي اللي خليت في الثانيه ديال لكم. صافي كنتنيها بهذا الشكل هذا، نيها بهذه الطريقه هذه. صافي كندور الدورة على الكم بالطريقة هادي. هنا البنات اش كنقول لكم تراسيو 4 سنتيم 3 د المرات باش هكا باش ميكونش عندنا ديكلاش في البلاصة اللي جينا جهة كبر من جهة ومكتجيناش خياطة زوينة. صافي البنات بالطريقه هذه كنقول لكم من بعد ما ساليت الكميمات هكذا كيجيو بهذه الطريقه هذه هكذا فون.
كيجيو بهذا الشكل هذا. صافي خدمت لكم الثاني. غادي نجي هنايا لاسفل البياسه لوغي، غادي نجي لاسفل البياسه وغادي نتني هاد الطريقه ديجا خدمتها معاكم بالحق. اللي نبغي نقول لكم البنات اللي بغات تخدم هاد الطريقه ديال لوغلي تكون متاكده من الطول ديال البياسه، ماشي الا كنتو مثلا دايرين في لوغلي 4 سنتيم وجاب الله السيده جات قصيره شويه وبغيتو تزيدوها غير سنتيم ما يمكنش كيفاش ديرو، فهمتوا؟ الا كانت طويله ممكن تنقصوا، ولكن الا كانت جات قصيره شويه مثلا بغيتو ديك 4 سنتيم ترجعوها غير 2 سنتيم 2 سنتيم اخرى تزيدوها في الطول ما عندكمش كيفاش ديروا. يعني هذه خاصكم تكونوا متاكدين من الطول عاد باش ديروا هذه الطريقه. المهم حنا كنتني ديك 6 سنتيم ديالي ديال 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 الازرار اولا اولا 5 سنتيم بهذا الشكل هذا. هنا كت الحد ديالكم ديال التنيه ديالكم شحال باغين تنيو في لوغلي، شحال باغين تنيو في لوغلي هو اللي غتخيطوه، غتخيطوه بهذا الشكل هذا. راك ديجا خدمتها معاكم الشكل هذا بهذه الطريقه هذه، وكنجي هنايا ها انتم منين كنقطع راه ديجا خدمت معاكم هذه الطريقه كنقطع من هنايا بهذا الشكل هذا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه راه ديجا خدمتها معاكم. من بعد عاد باش كنقطع هذه الزياده هذه اللي كتبقى شيطه هنايا باش كنقطع نفس الطريقه غادي ندير الجهه الثانيه هاك هكذا باش كتجينا. هذا هو لوغلي ديالنا غادي نحطو من هنايا. الجهه الثانيه نفس الطريقه حتى هي كنتنيها بهذا الشكل هذا نفس القياس ديال الازرار حتى هي نفس القياس اللي غنقطع هو هذا نفس القياس. وتاكدوا ان الطول ديال الجوانب بجوج مقاد، يعني قبل ما ديروا هاد القضيه هذه تاكدوا ان الطول مقاد ديال البياسه. صافي بهذا الشكل هذا حتى هي نقلبها. دابا عاد باش غادي ندوز على الخياطه ديال الازرار ديال العنق ديال كل شيء. ها انتم لاحظوا الطريقه. دابا من ما بديتوا الخياطه هي هذه من ما بديتوها، نبداو هنايا من المنتصف بتجينا الخياطه في الخلف ما بيناش، واخا هي اصلا ما غاداش تجي باينه يعني راه هكذا هكذا. نبدا الخياطه ديالي مثلا من هنايا من اي نقطه بديتو هي هذيك، احاولوا ما تبداوش من الوسط باش الا درتو ديك لاريتمو ما تبانش، اما من ما بديتو مزيان. صافي غادي نبدا من هنايا وغدا في الاخير غادي نرجع نكمل مني غادي نوصل هنا، يعني مني غادي ندور الدوره غنرجع ثاني هنايا وغادي ندير لاريتمون ديالي صافي ونحبس. هكذا البنات كنبقى غاديه بهذه الطريقه هذه ملي كنوصل لهذه الفتحه هذه اللي درت هنايا كنحاول انني نقاد بهذا الشكل هذا. نتمنى يكون واضح. هنا البنات كنحاول نقاد بهذا الشكل هذا هانتوما بهذه الطريقه هذه وكنطلع بالخياطه كنطلع بالخياطه مع القياسه بهذا الشكل هذا. هنا البنات خاصكم تحاولوا انكم تقادوا مزيان يعني باش ما تجيكمش باش متلواش اللي كنتو سيرتو هاد الفودان هذا كيتلوى. حاولوا نمشيو بهذا الشكل هذا حتى الاعلى ديال البياسه
هانتوما البنات، هنايا وصلت الاعلى ديال 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 البياسه، وصلت للعنق. هنا غادي ندور على العنق باش غادي نفيني الدوره ديال العنق كامله، سبطين ديال العنق وكل شيء هنايا بالطريقه هذه. هنا غادي ندوز بسنتيم الخياطه، يعني غنطلع حتى لهنايا، غنطلع حتى لهنايا كما كتلاحظوا، وغادي نخيط سنتيم الخياطه ديالي على العنق بهذا الشكل. وندور على الدوره ديال الظهر، الطريقة هذه كما كتلاحظوا. دابا غادي نمشي بالخياطه بالعكس، يعني كتطالعه مع البياسه، دابا غادي نهبط، دابا غادي نتم هابطه مع البياسه بنفس الطريقه هنايا كما كتلاحظوا. هنايا نمشي بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه، وغادا نهبط صافي، وغادا ندور على الجلايد ديال البياسه، وغادا نفيني الخياطه ديالي من النقطه اللي بديت منها صافي. هنا غادا نهبط بهذا الشكل هذا، المهم البنات نكمل بهذه الطريقه ومن بعد نشارك معكم الشكل ديالها من بعد ما ساليها. المهم بنات هنايا من بعد ما ساليتو في الخياطه، درت هاد الفنيساس هادو غير باش تجمع ليا البياسه. هنا غندير الازرار بطبيعه الحال، من بعد ما ندير ليه الازرار ونصلحو غادي نشاركو معاكم عاوتاني. المهم هنايا باش نسالي الفيديو، هنا كيما كتلاحظوا الكميمات كيجيو بهذه الطريقه هادي، وكتجي تضيفه هنايا. ها انتم الخياطه كيفاش دايره، وهنايا بالنسبه للقصه كتجي بهذه الطريقه هادي، كتجي بهذه الطريقه، والجياب كيجيو بهذا الشكل هذا. المهم كما قلت لكم من بعد غدا من نصلحو ونساليه غدا نعاود نشاركو معاكم. كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي طويل، يعني البنات اللي كيبغيو يلبسو مونطوات وما كيلقاوش يعني خيطوهم بهذا الشكل هذا، كيجيو زوينين البنات. هنا البنات راه كيبان لكم هنايا شويه مكمش، يعني راه غير غيتصلح، غدا تهبط البياسه بطبيعه الحال هانتوما. المهم انا بغيت نوريكم في هاد لا فيديو الطريقه ديال الخياطه، وان شاء الله الشكل النهائي راه غادي نعاود نشاركو معاكم بطبيعه الحال. وهنا غنخلي لكم واحد التصاور ديال نفس الموديل كنت خدمتو، وغادي نخلي لكم التصاور ديالو من بعد ما مفيني وكل شيء غنخليها لكم. المهم بنات كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منها، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم تشجيعاتكم. شكرا لكم تتبعكم في القناه، والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله، دمتم في رعايه الله.